الرجل الذي سجل في الدور الأول في المباراة الأولى في الأسبوع الأول يسجل كذلك الآن في الدور الثاني في هذه الجولة على استاد نادي الشارقة، وبالتالي تسديدة قوية على شمال راشد أحمد وهدف لصالح فريق نادي الشباب على حساب الشارقة. كرة خطيرة تماما، هذا هو ليفانور براسر يعملها ويصنعها للنجم التشيلي للرايع كارلوس فيلانويفا، وبالتالي فيلانويفا يسجل هدف في الدقيقة 57 من زمن هذا اللقاء. إذا فيلانويفا يفتتح التسجيل هنا لصالح الشباب في مرمى الشارقة، وبالتالي يكون هو الهدف الشخصي.